استكشاف الفضاء الخارجي، الوصول إلى القمر، الوصول إلى المريخ والكواكب التانية، كلها إنجازات دفعها فضول الإنسان. لكن هالصيف مريخي بامتياز، ليش عم بتركز المهمات الاستكشافية الفضائية على الكوكب الأحمر تحديداً؟ شو هي أبرز تفاصيل مسبار الأمل الإماراتي؟ وشو هي أبرز إنجازات واكتشافات المسابير السابقة؟ كل هالأسئلة وأكثر في إجابات اليوم. نحن لا نعرف اليأس ولا المستحيل، فلهذا كان الاختيار على الاسم مسبار الأمل. بعام 2015 تم الإعلان عن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ متمثل بمسبار الأمل اللي رح يتم إطلاقه بعد أيام. المسبار رح ينطلق إلى المريخ في 15 يوليو، أو على الأقل هالتاريخ يسجل بداية نافذة الإطلاق، مهلة زمنية محدودة بيكون فيها كوكب الأرض في أقصى نقطة تقارب مع المريخ، وهالفرصة بتصير مرة كل سنتين على أن يصل المسبار إلى المريخ بعد 7 أشهر من موعد الانطلاق في فبراير 2021. الهدف الأساسي لرحلة مسبار الأمل هي التعرف على كوكب المريخ أكثر عبر دراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر. طبعاً اللافت أكثر شيء بهالدراسة هو كمية المعلومات الهائلة وشمولية الدراسة بحد ذاتها. هالدراسة رح تركز على الطبقات العليا والسفلى للغلاف الجوي لكوكب المريخ لتجيب على أسئلة جديدة حوله وتوضح أمور كانت مبهمة في السابق من خلال 3 أجهزة أساسية مركبة على المسبار. أولها كاميرا رقمية ملونة عالية الدقة رح تأخذ صور وبيانات من زوايا مختلفة ما كانت متوفرة في السابق. بالإضافة إلى الكاميرا في جهازين أساسيين على المسبار من المفترض أنه يوفروا معلومات هامة وأساسية لها الرحلة العلمية. أولهم مقياس طيفي للأشعة تحت الحمراء بيلتقط الموجات الضوئية ويقيس توزع العوامل المتغيرة مثل درجات الحرارة، بخار الماء، الجليد والغبار على كامل الغلاف الجوي خلال تعاقب الليل والنهار والدورة السنوية. ثالث الأدوات العلمية على المسبار هو مقياس طيفي ثاني للأشعة فوق البنفسجية يمكنه تسجيل الانبعاثات لغازات مختلفة أهمها الهيدروجين والأكسجين وأول أكسيد الكربون. الإمارات العربية المتحدة عملت بشكل كتير سريع حتى تلتزم بموعد الانطلاق في يوليو 2020 حتى يقدر يوصل المسبار في 2021 تزامناً مع السنة 50 لتأسيس الدولة. لكن الفخر بهالمشروع والإنجاز العلمي تجاوز حدود الإمارات لأنه هذا يعتبر أول مسبار عربي وإسلامي ينطلق إلى المريخ. ولا ننسى أنه المعلومات اللي رح يجمعها ويسجلها المسبار رح تشارك مع 200 مركز بحث علمي مجاناً وبلا مقابل. إطلاق مسبار الأمل بيخلي الإمارات العربية المتحدة واحدة من 9 دول تعمل على استكشاف المريخ، لكن في نافذة الانطلاق اللي هي بين يوليو وأغسطس من هالعام مش بس الإمارات رح ترسل مسبار، الصين والولايات المتحدة كمان لها مهمات فضائية إلى المريخ. المسبار الأمريكي واللي أطلق عليه اسم Perseverance أو المثابرة رح تحط مركبته على سطح المريخ ورح تتركز المهمة على تجميع صخور وعينات ربما لآثار حياة من المريخ في أول رحلة ذهاب وعودة. اللافت في هالمركبة أنه فيها هليكوبتر صغيرة ممكن أنه تنفصل وتطير على مسافات منخفضة لتقدر توصل لأماكن وعرة يصعب على مركبات الفضاء العادية الوصول لها.
أما المسبار الصيني وهو يمثل مهمة الصين الأولى للمريخ كمان، مكون من كبسولة مدارية ومركبة رح تهبط على سطح المريخ، رغم أنه لسه ما منعرف موقع الهبوط والهدف من المهمة، لكن بحسب المعدات المتوفرة بالمركبة يبدو أنها رح تكون مهمة استطلاعية لبيئة الكوكب أيضاً. ممكن تسأل نفسك شو هي الاستفادة من وراء مهام الفضاء بشكل عام، وشو هو الأفضل، إطلاق مسابير أم رحلات مأهولة برواد الفضاء في هالمهام؟ بالتأكيد إرسال مهمة غير مأهولة إلى أي وجهة في الفضاء يقلص تكاليف كتيرة وأمور لازم تتواجد في حال إرسال رواد الفضاء، لكن بنفس الوقت رواد الفضاء بيقدروا يعملوا تجاربهم العلمية في الفضاء مثل ما عمل رائد الإماراتي هزاع المنصوري العام الماضي. إليكم أبرز وأهم اكتشافات المسابير الأخيرة. اكتشاف الفضاء بالنسبة للبشر بدأت قبل 70 سنة تقريبا، تخللها كتير من الإنجازات والابتكارات اللي ارتقت بالبشرية ككل وساعدتنا في حياتنا على الأرض هون أيضا. بالنسبة لك شو هو أكتر شيء بيجذبك في رحلات استكشاف الفضاء؟ شاركوني آراءكم ومقترحاتكم على هاشتاج MBC في أسبوع، وألقاكم الأسبوع المقبل مع إجابات جديدة.